أغنية كل الأجيال واقف على بابكم والهان ومسير. هذه الأغنية سيحكي لنا قصتها الأستاذ جمال الياقوت. خلونا نسمع إيش قال في قصة هذه الأغنية ونرجع نعلق معكم. ولو تلاحظون دائما في أهلا بالعرفش نحاول ما بين وقت ووقت نجيب واحدة من الأغاني يعني خلوني أسميها التاريخية، يعني اللي أخذت زمن وأبعاد من الانتشار كثيرة جدا يعني تتبعتها أكثر من مرحلة. خلونا نسمع ونرجع نعلق. كثير منا سمع أغنية واقف على بابكم والهان ومسير. اليوم معي الباحث جمال الياقوت، الكاتب الصحفي المعروف، وأنت يا أبو مهنا اللي عشت تفاصيل القضية وتعرفها. هذه الأغنية من كتبها وكيف تلحنت في أي سنة تقريبا؟ أهلا وسهلا. أولا أني أرحب بك يا دكتور الأستاذ أحمد العربج أبو عساف العزيز الغالي. الحقيقة القصة كانت النقدية ذي واشتهرت الله يرحمه معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، هو كاتب كلمات هذه النقدية، شاعر كبير، شاعر من البحرين، فكتبها وعطاها الفنان البحريني إبراهيم حبيب على أساس أنه يغنيها. والأخ الفنان إبراهيم حبيب شاف ان بعض الكلمات او الاسطر ما كانت نوع من المناسبه او شيء من ذي النوع، خاصه في بدايته، يعني واقف على بابكم الهان مسير، يعني قال هذه فيها انكسار وفيها نوع الحيره وفيها انكسار وفيها نوع يعني ذي قال طلب من الشيخ الله يرحمه، قال له انه يعني حاول تغير في البيت الاولي او شيء او غير. الشيخ الله يرحمه الشيخ عيسى بن راشد ما التفت يعني ولا اخذ بالاعتبار الكلام وخلاها في. فايام اشتهر الشيخ الله يرحمه بكاتب الأغنية على مستوى الخليج والوطن العربي والى اخره، فجاءوا الكتاب اكثر من عفوا الملحنين والمغنيين يبغون يغنون من كلمات معالي الشيخ عيسى بن راشد الخليفه رحمه الله. فسمع الكلمات الملحن الغطري ناصر عبد العزيز، فاتفق مع يعني الفنان القطري الله يرحمه فرج عبد الكريم وقال له نبقى نطلب اي شيء من يعني نطلب القصيده من الشيخ عيسى بن راشد الله يرحمه ويغفر له، فلحنها وسمع ذي الشيء ولا توكل على الله. فنجحت الاغنيه بعد ما غناها المرحوم الفنان القطري فرج عبد الكريم، واشتهرت ليس خليجيا، الى اليوم يرددونها في الوطن العربي والى اخره. جاء مره ثانيه المرحوم حق الشيخ عيسى بن راشد قال له الحين انت وصلتني للقمة والى اخره، ابغي تعطيني بعد قصيده ثانيه. قال له روح يعني بمعناته انه فداعبه شوي ولا اعطى قصيده. سنه كم يا ابو؟ هذه ممكن نقول السبعينات أواخر السبعينات تقريبا يعني مو بالتحديد عارف بالضبط، ولكن انه ممكن يكون شو اسمه يعني سلمك الله. هذه يعني القصيده اللي كانت يعني روايات طويله اليوم تغنى واشتهرت بشكل يعني فظيع. الله يسعدك، شكرا انك رويت لبرنامج يا هلا بالعرب هذه القصه المهمه لهذه الاغنيه الخالده. شكرا لك. الله يحفظك. شكرا جزيلا للأستاذ جمال الياقوت. كالعادة نشكره ثلاث مرات، الأولى على حضوره معنا في أهلا بالعرفاج، على هذه الرواية وعلى ما يتحفنا ويزودنا به دائما من حكايات وروايات. والتعليق عندك دكتور، أغنية خالدة أكيد عشت أيوة معها أنت. والله أنا عشتها وعشتها مع فنانين كثير، يعني أكثر من 10 فنانين يغنوها، لكن شوف هذه الأغنية لأنه أول ما طلعنا على الدنيا واقف على بابكم، يعني كنا وحنا صغار كنا لما واحد مثلا يتغزل ولا شيء يكتب بالرسائل واقف على بابكم والهان ومسير واقف على. كلمة مسير كانت ما هي مشهورة في الحجاز فانتشرت من خلال الأغنية هذه مسير، يعني حتى المفردة وقفت. أول شيء خليني أشكر حبيبنا جمال الياقوت، هذا الرجل
المبدع أبو مهنا اللي دائما والله يمدنا بالقصص ويمدنا، وهو عضو اتحاد الصحفيين العرب وعضو الاتحاد الدولي وأيضا مدير مكتب الجزيرة في البحرين. يعني هو طول عمره في مكتب جريدة الجزيرة في البحرين ودائما التقي بالمناسبات. هو قال لي ترى أحمد القصة عندي وبالتفاصيل، قال لي إنه الشيخ عيسى بن راشد الله يرحمه في بداية السبعينات أعطاها للفنان الموجود إبراهيم حبيب، وقال له إبراهيم حبيب ما استحسن المطلع إنه واقف على بابكم ولا هم سير، قال هذه فيها انكسار وكذا، العاشق ما ينكسر هالدرجة، فيا ليتك طال عمرك تعيد النظر في المطلع. رفض طبعا، تعرف أنت شاعر وتعرف الشاعر عنده حمية لكلمته، يعني نعرف شعراء كثير امتنعوا من التعاون مع أغاني عشان يعدل له كلمة. فجاء الفنان الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم فرج عبد الكريم من قطر، وعن طريق عبد العزيز ناصر لحن الأغنية، وذيك الأيام كسرت الدنيا الأغنية، وإلى الآن طبعا بدليل أنه غناها عبد الله الرويشد، غنتها أحلام، غنى راشد الماجد، يعني أصبحت أيقونة فرح ورسالة عاشق إلى معشوقته، لم تعد أغنية بحرينية، لا أصبحت أغنية زي ما قال وطن عربية، صار أي واحد مشتاق لحبيبته مشتاق لزوجته يرسل لها الرسالة. يوم كانت الناس ذيك الأيام تمر مع الباب، ما في تليفونات ولا شيء، إذا مرة اشتقت لحبيبك دور من الشارع متعدي وعابر سبيل والشوق فيه يطير. هذا الشيء أول. الشيء الثالث طال عمرك إنه إحنا سعداء اليوم في أهل بالعرفج، المشي مع كويتي والكلمات كاتبها بحريني واللي يروي القصة بحريني واللحنها قطري، يعني إحنا قدرنا نجمع دول مجلس التعاون بشكل كبير في هذا النص الغنائي. ولذلك دائما أقول لك أبو يحيى أن الفن رسالة واحد الشعوب، رسالة واحد، يعني أنا أجزم أنه أغلب الناس في السعودية لا يعرفون الكاتب ولا يعرفون الفنان، بس يعرفون الأغنية، يعني بيتفاجئون اليوم بالقصة وأنها أغنية قديمة وأن اللي كاتبها الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة من, 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 من شيوخ البحرين، ما هم عارفين. كلنا حافظينه، أحبنا صغير ويحبني لكن يخاف أهلها لا يدرون. هذه معاناة السبعينات، إنه أنت تحب واحد وهذا ما يدرون. والملاحظة دكتور إنه تنتشر حتى خارج المحيط الخليجي. صحيح. يعني انتشار عربي. مصر كبير. موجودة تغنى في أكثر الأماكن، المسارح المصرية تغنى. ليه؟ لأنه قلت لك زي ما قال ابن الأثير سؤال لماذا يقبل الناس عن شعر المتنبي؟ قال لم نتحدث عن عواطفهم. الأغنية من أسباب نجاحها غير اللحن إذا لامست الناس الكلمات، محبوبة ضمن المعازيم، مثلا أغنية المعازيم إبعاد كنتم ولا قريبين مقادير يا قلب العنا، هذه لم تعد أغاني، أصبحت منهج حياة عند الناس، أسلوب حياة، مردات. أصبح يعني أنا شفت تقرير غريب، يعني أنه بعض الحجاج الأندونيسيين أول ما يصلون مكة يغنون مقادير، يعتبرونها من 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 الطقوس العامة من كثر ما أن الأغنية انتشرت. هذه نفس الحكاية، أبكي على البنبرة وأبكي على التين، هذه من قصص الأغاني الخالدة اللي محفوظة بكل الخليج، بس هذه الأغنية واقف على بابكم والهان ومسير، لا كان في كاميرات ولا جوالات ولا تليفونات ولا شيء، فكان الواحد كذا من الحارة يحب له بنت في الحارة واقف على بابكم والهام السير، هذا القدر إيش يقول؟ أحب أنا صغيرون يحبني لكن يخاف هلا لا يدرون. ال- 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 يعني هذا السؤال يمكن يتكرر دائما دكتور، إيش اللي يخلي أغنية قديمة تبقى حاضرة كل هذا الزمن عبر كل هذه المراحل؟ يختلف التذوق الفني، يختلف الجمهور، يختلف المتلقي، تختلف حتى الموسيقى نفسها وتتجدد، بس تظل بعض الأغاني خالدة وباقية وخارج محيطها بكثير. والله أنا قلت لك يعني سبق وهالكلام تكلمنا فيه، بس نعيد ونزيد نقول أنه أنا أعتقد الأهمية الأولى والكبرى للكلمات إذا لامست الناس وأصبحت الناس تستشهد بها أو تستحضرها في مواقف العطف، مواقف الشفقة، مواقف الولاء. اثنين، قد تكون اللحن، يعني في أغاني مثلاً صبوحة خطبها نصيب لا حد يدري من كتابها ولا شيء، بس منتشرة بين الناس. في أغاني أحياناً الناس لا يعلمون ليه بس كذا يا بحر النيل، ما يدرون من قائلها من كثر ما تداولتها الناس، لم يعد من يعرف من القائل من أول من غناها. يعني مثلاً كذا هذه سنة المحبين، حنجيب قصتها بعد أسبوعين ثلاثة. نعم نعم هذه سنة المحبين، غناها محمد عبد بشكل، غناها خالد الشيخ بشكل، ولم يعد من يعرف من قائلها من أول من غناها 100 سنة. طيب وهذا دكتور يرجعنا للطرح اللي نقوله دائما، إنه من المهم توثيق هذه المراحل بأسماء أصحابها وبقصص الأغاني نفسها، لأنها تأخذ بعد توثيقي لا بد أن يكون. ما في شك، أنا أقول لك مهم جدا، والمهم أيضا إن الناس ما يتخلون عن التعصب. أنا قلت لك كيف؟ يعني مثلا
أنت لك رواية وهذا له رواية، ممكن يجيب الرواية تشوف علماءنا الله لما تقرأ للسلف لحن الحنبل وذا يجيب لك روايات المذهب كلها حتى اللي ما تعجب يجيبها، هذه الأمانة.